كافة وسائل نجاح المهمة في وفد الاتحاد الافريقي ومتابعة الانتخابات، مشيدا بما لمسه الوفد من التزام الحكومة بتعهداتها وتنفيذ المسائل الديمقراطية بتعهد وتجرد. وأكد وليد أن مصر تسير متسارعة نحو تكريس ديمقراطية واجتياز المرحلة الصعبة. كما أكدت بعثة الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية بعثة أن الانتخابات في أجواء الانتخابات الرئاسية أن الانتخابات جرت في أجواء نفسه القانون، وأشارت البعثة إلى الدستورية وفعل تجارب صحفية والتزامات وعرض التقرير المبدئي حول الانتخابات. تم خلاله عرض رئيس البعثة الأولى للانتخابات قال ماريو إيكارون بشكل مختلف أن أيام الانتخابات مشيرا إلى أن نسبة إقامة المحافظات بنحو 47% 40%. ختام النشرة. حملة الاحتفال توجه بالشكر والتقدير للشعب المصري. صباح سلطات الانتخابات ويؤكد احترامه لاختيار الشعب المصري. عبد المنصور يثني على المناخ الديمقراطي للانتخابات الرئاسيه. بعثتها تشيد بحياد الحكومه المصريه في تنفيذ المسار الديمقراطي. قدمنا لكم نشرة محمد ابو المجد وعلياء الملاح والتحرير شيماء ماهر. نلقاكم في منتصف مع موجز الاخبار من راديو مصر 887 راديو مصر في للاشتراك والمتابعه والتليفون 577 الى راديو 15 ممكن تستلمي قد ايه؟ يا اسبوع ممكن تستلمي قد ايه؟ يا اسبوع ده كان زمان، دلوقتي مع سيارات القرش اختار عربيتك بين كل الموديلات واحنا في 24 ساعة مش 72 ساعة زي زمان وبأسعار مش هزار. القرش الوزارة تمجد كبرى الشركات السيارات.